اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل قوالب كيب كات في تيك توك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على كيب كات خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن كيب كات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.